النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما قد رجعوا من الجهاد، قال لهم: فيما كنتم؟ وين كنتم؟ قالوا: يا رسول الله، لقد رجعنا من الجهاد. قال لهم: لقد انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. جهاد النفس أهم وأخطر وأعظم من جهاد العدو في الساحة. أكد المعصومون عليهم الصلاة والسلام على محاسبة النفس في كل يوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الأصل الجامع الذي ترجع إليه جميع الشرور وجميع الصفات السيئة. قسم القرآن الكريم النفس الإنسانية إلى ثلاثة مراتب. النفس الأمارة، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس الأمارة، النفس اللي تدفع إلى الباطل، إلى الشر، تقول لك: تعال، هذه الفلوس خوش فلوس موجودة قدامك ما حد يشوف، أخذها وروح ارتاح، تزوج، اشتري سيارة. تبدأ النفس الأمارة بالسوء ماذا؟ توسوس له، تخليك شنو؟ تروح صوب الغلط، تذهب باتجاه الفحشاء، وتزين لك هذا الأمر، تزين للإنسان سوء عمله. النفس اللوامة، قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس التي تلوم الإنسان على الخطأ، تلوم الإنسان إذا اشتبه، تلوم الإنسان إذا زل. النفس المطمئنة، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما رضي به، وتعتبر كل ما تستقبله في الدنيا من نفع أو ضر ابتلاء وامتحانا إلهيا. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. يقول زين العابدين عليه السلام: إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. لأن الإنسان عنده هنا نفس خطرة تدفعه، تشجعه نحو الانحراف، تشجعه نحو الجريمة. تعلمون كم هو خطير إهمال النفس؟ إهمال النفس يوجب إفساد الإنسان. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث يروى عنه يقول: من أهمل نفسه أفسد أمره. جهاد النفس أهم وأخطر وأعظم من جهاد العدو في الساحة، لأن الإنسان عنده هنا نفس خطرة تدفعه، تشجعه نحو الانحراف، تشجعه نحو الجريمة. فإذا كانت الكوابح عنده ضعيفة سقط في الامتحان. ولذلك علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث عن هذه النفس، يقول: وإنما هي نفسي أروضها. كيف؟ بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر وتثبت على جوانب المزلق أو المنزل. إذا لم تكتشف نفسك فيما مضى فاكتشفها فيما يأتي. تفرغ لبعض الوقت،
تفرغ في بعض الأيام لأن تشتغل بنفسك، كي يكون ذلك منطلقا للوصول إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. السؤال الذي ينبغي أن تسأله نفسك، هل اكتشفت نفسك أم لا؟ فإذا اكتشف الإنسان نفسه اكتشافا وجدانيا اكتشف ربه اكتشافا وجدانيا، وتبينت له الملازمة بين معرفة النفس ومعرفة الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه.